السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدين الكرام في تغطيتنا المستمرة من قناة الأيام حول العدوان الصهيوني على لبنان وعلى غزة وآخر التطورات الميدانية. نسلط الضوء على الكثير من المحاور وأيضا كلمة السيد الحوثي قبل قليل والتي تطرق بها إلى الكثير من المواضيع والمحاور المهمة والمهمة جدا. رحبوا معي بسماحة السيد جبار المعموري القيادي في الحشد الشعبي. أهلا بك سيد جبار، حياكم الله. وأيضا من المفروض أن ينضم إلينا السيد ربيع غصن من لبنان عبر سكايب بإذن الله تعالى لمناقشة كل هذه المحاور. أهلا بك سيد جبار، أبدأ معك، يعني لنبدأ من الانتصارات التي حققها حزب الله على جميع الأصعدة. لحد الآن هو يحقق الانتصارات، يضرب آليات العدو بكل دقة، يستهدف جنود العدو ويلحق أضرارا جسيمة وخسائر بالعدو، كيف تعلق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وإلى ضيفك وإلى مشاهديك، وأيضا أبارك للأمة الإسلامية وللإنسانية وللشعوب المظلومة والمضطهدة بهذا الانتصار الرائع وبشهادة قائد محورنا السيد حسن نصر الله الذي وافته المنية وهو يقاتل وهو مجاهد وهو صابر وهو متصدي. نعم، المحاور الآن منتصرة جميعا. محور طهران كان الأبرز، وطوفان طهران كان الأحدث حديثا، حقق انتصارات رائعة. الجبهة اللبنانية جبهة متماسكة، كبدت العدو الصهيوني بآلياته، العشرات من دباباته وآلياته، وقتلت العشرات لحد هذه اللحظة عبر عندما يريد أن يتقدم العدو مترا واحدا إلى لبنان يهزم هزيمة نكراء وفضيحة كبرى. ولذلك صراخهم وصل إلى القريب والبعيد، أمريكا سمعت صراخ هذا العدو المهزوم، ولذلك تريد إنقاذ الحرب وإنقاذ المنطقة عبر صلح هنا وهناك وعبر تفاوض هنا وهناك. تريد أن تنقذ نفسها من هذه الورطة التي ورطها بها نتنياهو عبر حماقته بضرب السيد حسن نصر الله والمقاومة في لبنان. سيد ربيع أنتقل إليك إذا كنت تسمعني، كل الترحيب بك سيد ربيع. أحيي نفسك الكريم كما أحيي المشاهدين الكرام. سيد ربيع، يعني كيف قرأتم الانتصارات التي تحققت لحد الآن على مستوى الميدان في جنوب لبنان، وهذا الاشتباكات هذه الاشتباكات المستمرة بين أبناء المقاومة وجنود كيان العدو؟ يعني هذا كان متوقع. الجبهة في جنوب لبنان هي جبهة متماسكة قادرة على أن تكون يعني صامدة بوجه أي عدوان إسرائيلي، لذلك ما نراه اليوم بشكل تقني إذا ما أردنا أن نوصف هذا الأمر يمكننا توصيفه بالستار الفولاذي التي تقيمه المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان، ما خلفه الحزام الناري، يعني يحاول الكيان الصهيوني اختراق هذا الستار إلى الداخل اللبناني، لكنه لا يستطيع. عقب ذلك يتم ضرب القوات المجتمعة خلف الخطوط في المستوطنات المحتلة شمال فلسطين المحتلة، وبذلك هذا يسبب العدد الكبير من القتلى والجرحى الذي تسمعونه على شاشات التلفزة. ومن هذا المنطلق أعتقد أن المشهد العسكري والاستراتيجي في الجنوب اللبناني هو مشهد مفرح ممتاز، يؤدي دوره كما ينبغي في هذه المعركة ويؤسس إلى مرحلة أخرى. هذه المرحلة قد بدأنا بها وهي سقوط العدو الصهيوني عن أي كلام يخص عملية برية مفترضة في الجنوب اللبناني. لذلك اليوم نرى بأن العدو الصهيوني قد عاد أدراجه في التصريحات الساخنة، ولكن بقي فقط في استهداف الأبنية السكنية
في منطقة الضاحية ضاحية بيروت الجنوبية والمنازل السكنية في الجنوب اللبناني والبقاع. هذا هو البنك الأهداف الذي يعتمده الكيان الصهيوني في ضرب بنية المقاومة الاجتماعية والبيئة الحاضنة له. ومن هذا الأمر هذا يعد إفلاس لهذا الكيان في استهداف المقاومة استراتيجيا وفي استهداف المقاومة عسكريا. وأعتقد أن المرحلة المقبلة سوف يكون هناك كفا إسرائيليا عن تجارب في اجتياح بري للجنوب اللبناني طبقا لما يحصل ولما تلقنه طيب المقاومة ربيع. الإسلامية لهذا العدو من درس لا ينساه. نعم، اليوم صباحا تم إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه كريات شمونة وأصبع الجليل، ودفعة صاروخية ثالثة من جنوب لبنان أيضا باتجاه مواقع صهيونية في الجليل الأعلى، تقريبا 25 قذيفة. من أي زاوية يمكن أن نحلل هذه الضربات؟ كيف يستطيع حزب الله أبناء المقاومة التحرك، يعني إشغال العدو رغم هذا الضغط الكبير الذي يعني يعيش به، بالإضافة إلى الرصد التقني والإمكانيات التي يملكها جيش الكيان، هو يشاغل ويضرب بنفس الوقت؟ طبعا حزب الله هو عسكريا متماسك جدا وله متانة في الانفصال ما بين الوحدات والاتصال في مراحل أخرى. لذلك الوحدات الصاروخية تنفذ ما يراد منها بشكل مضبوط وبشكل ممتاز. لذلك الإيقاع الذي كان معتمدا ما قبل استشهاد سماحة السيد نصر الله رضوان الله تعالى عليه بقي على هذا المنوال. لذلك نحن اليوم نشاهد مستوطنات في العمق، الصهيوني، وليست فقط المستوطنات المحاذية للشريط الحدودي، بل هذا الأمر وصل إلى بحيرة طبرية، مدينة صفد، مدينة عكا، ومدينة حيفا، بالإضافة إلى مدن في الوسط. لذلك هذا الإيقاع يدل على أن المقاومة الإسلامية في لبنان متماسكة وهي تجيد إدارة المعركة مع هذا العدو. طيب سيد جبار، يعني 6 فرق وستة ألوية بضمنهم 3 ألوية للنخبة، وهذا العدد الكبير من الإمكانيات التي يقابله حزب الله. الهدف هو الاجتياح البري، ولكن لحد الآن لا نجاحات في هذا الاجتياح، لا تقدم. من أين يأتي حزب الله بهذه الإمكانيات، إمكانيات إرادة وقدرة عسكرية وضرب لمواقع العدو؟ نعم، دائما كما لا يخفى أن المهاجم يكون ضعيفا، لأن دباباته وآلياته سوف تظهر للعيان وبالمشاهدة. وحزب الله يمتلك من الصواريخ الجورنيت والأهداف الدقيقة، وكذلك من الصلابة والشجاعة والعقيدة التي والتدريب والقدرة الشبابية لتشكيلاته تجعله أن ينتشر بدقة عبر أنفاقه وعبر خنادقه الترابية، ويستمكن العدو ليلا، وهو الشجاع الذي يقاتل ليلا ولا 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 يهاب العدو. ولذلك الكمائن الذي ينصبها حزب الله دائما ليلا، والعدو يخشى القتال الليلي، ولذلك تراه تشهد المعركة بهذا الحجم من الهزيمة للعدو. نعم، العدو عادة خائف، يرتجف، يحب الدنيا، يريد أن يتمسك بالحياة أكثر، يريد أن يحقق نصرا مزيفا. واللبناني حزب الله وهو البطل الشجاع المدرب ليلا قتاليا وشجاعا، وله من التقنية العالية وقدرة شبابية كما عبرت لكم، وهو يستطيع أن يلتف حول قطعات العدو ويرهقها ويهزمها. نعم. طيب ما تأثير استشهاد السيد حسن نصر الله على أبناء المقاومة، على جنود أبناء المقاومة؟
إلى الآن لم ندفن شهيدنا وننتظر النصر، نحصد النصر أولا ثم نحقق بدمائه الطاهرة نصرا إضافة إلى نصره الذي سبقه العشر سنوات من القيادة والتصدي والإدارة. لذلك حزب الله اليوم بشهيده الذي لم يدفنه إلى الآن يريد أن يدفن العدو أولا، يريد أن يدفن العدو في خنادقهم بدباباتهم يحرقها وهم فيها. ولذلك العدو يخشى أنه لماذا لم يدفن السيد حسن وهو يصرح إلى الآن لعله بقى على قيد الحياة أو لم يقتل إلى هذه، لم يستشهد إلى هذه اللحظة. لذلك العدو يخشى سيد حسن وهو شهيدا ويخشاه وهو على وهو يقود المعركة، فدماء سيد حسن وأبناء سيد حسن ورجال سيد حسن هم الذين سوف يهزمون العدو، وندفن العدو أولا ثم عند ذلك نؤبن شهيدنا السيد حسن. طيب، على ماذا يعول أبناء المقاومة في قتالهم؟ العقيدة أولا، السلاح والتدريب. كنا عندما نقاتل داعش كان تدريبنا عالي جدا، ولذلك أضعاف، وكانوا اللبنانيين معنا حزب الله في مقدمة المستشارين، وأنا أشاهدهم معي عندما كانوا في الجبهات أبطال شجعان وهم يديرون دفة المعركة. لديهم من الخبرة القوية جدا في المرتفعات والسهول والبديان، ولديهم الخبرة والإمكانية واللياقة البدنية التي شاهدتها لم يشاهد مثلهم في القتال من اللياقة البدنية، إضافة إلى أنه القدرة على الصواريخ وإطلاق الصواريخ وخاصة موجهة نحو الدبابات والآليات، كانوا لهم القدرة وهم يمسكون هذه القدرة من الجورنيت وغيرها من الصواريخ. ولذلك أنا متأكد عندما شاهدتهم سوف يهزمون هذا العدو، هذا العدو الجبان الذي لا يستطيع أن يقف، يرتجف رجلاه أو يبول على ملابسه كما شاهدناهم. نعم. طيب سيد ربيع، إذا كنت تسمعني، ما الذي ينتظره جنود العدو في حال التقدم لا سمح الله؟ ما هي المفاجآت التي تنتظره؟ يعني العدو الصهيوني حاول التقدم، حاول التقدم على محور بوابة مسكاف عام لعديسك فركلة شرق القطاع الشرقي، وحاول التقدم أيضا على القطاع الوسط في بلدة يارون ومارون الراس، وحاول التقدم أيضا في مناطق أخرى. لكن ما اصطدم به هو أولا إدارة المعركة أو التصدي بذكاء، يعني البيانات التي صدرت عن المقاومة الإسلامية فسرت وشرحت ماذا حصل أول أمس وأمس واليوم. يعني الذي حصل هو أن قوة النخبة إيغوز من لواء جولاني حاولت التقدم للاستطلاع بالنار إلى مناطق داخل الأراضي اللبنانية في بوابة تعديت، فما كان من حزب الله إلا أن تركها في بادئ الأمر لأن تستطلع، وكانت الإشارة إيجابية لأن تدخل قوات أكبر من النخبة إلى المنطقة المذكورة، فأمطرت بالقذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة الثقيلة منها والخفيفة إلى أن تم القضاء على أغلبها. وكان هناك تصريحات صهيونية تقول بأن هناك 8 قتلى، لكن الأعداد أكثر بكثير من 8 قتلى. بالإضافة إلى ذلك حاولت القوة الصهيونية مثلا اليوم الدخول على قرية أو بلدة يارون الحدودية، أمارون الراس عفوا الحدودية، فما كان إلا من الإخوة في المقاومة الإسلامية بتفجير عبوة سجيل. يعني المقاومة تعرف أين ستدخل هذه القوات وما هي الطرق التي تحاول الالتفاف منها وتنصب لها الكمائن القاتلة، بالإضافة إلى العبوات الناسفة التي أدت إلى اعتراف الكيان الصهيوني بمقتل 4 جنود. وهذا العدد أيضا هو أكثر بكثير، لكن هناك تعقيم إعلامي في الكيان الصهيوني. إضافة إلى مسألة المشاة، منذ أول من أمس وحتى اليوم هناك ما يقارب 5 دبابات ميركافا قد احترقت بالكامل في كل من بوابة العديسة ومنطقة مارون الراس. لذلك إذا ما ذهبنا لقياس المعايير المتفق عليها بقياس ضربة النار التي أصابت جيش الاحتلال الصهيوني، يمكننا أن نقول
بأن كل 40 ساعة يخسر الكيان الصهيوني حسب اعترافه بخمسة دبابات، بالإضافة إلى 12 إلى 15 جندي صهيوني. إذا ما قلنا أن هناك 400 ساعة، فكيف سيحصل هذا العدد وفي هذه المساحة الجغرافية الضيقة؟ يعني نحن نقول أن مناطق الاشتباك لا تتعدى نصف كيلو متر مربع واحد، فكيف إذا كان هناك قرارا إسرائيليا بالدخول بشكل رباعي الخطوط على مساحة أكبر بعشرات الأضعاف من هذه المساحة المعتمدة؟ فسوف نسمع بأن هناك مئات من القتلى، وسوف نسمع بعشرات من الدبابات سوف تحترق، لأن حزب الله كما قلت سابقا وذكرت بأنه صنع الستار الفولاذي للحدود، وجعل خلف هذا الستار نوع من الأحزمة النارية الحارقة، بالإضافة إلى استهداف القوات الصهيونية ذات المناطق البعيدة عن الحدود بشكل مستحدث، ومقرات القيادة في الخلفية من الخطوط. طيب لو تحدثنا عن الضاحية وما جرى بها اليوم سيد ربيع، لو تحدثنا عن الضاحية وما جرى بها اليوم من استهدافات، السيد محمد عفيف مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله يقول هذه هي البداية والعدو لم يتمكن من شيء سوى إحصاء خسائره، فجاءه الرد بعد ذلك في قصف المبنى، مبنى العلاقات أو مكتب العلاقات الإعلامية لحزب الله، وكأنها رسالة لإسكات صوت الإعلام، لأنه كان في جولة في الضاحية الجنوبية مع مجموعة من القنوات الإعلامية وشاهدوا بأم أعينهم ما هو استهتار هذا الكيان وكيفية استهداف المدنيين والبنايات والمواطنين العزل. نعم، الحاج محمد عفيف كان أمس بجولة مع الإعلاميين اللبنانيين والعرب في الضاحية الجنوبية لكشف وفضح ادعاءات الكيان الصهيوني بأن استهداف أبنية في الضاحية سببها أن هناك مراكز عسكرية ومخازن للمقاومة الإسلامية تحتها أو بجانبها. هذا الأمر أزعج الإسرائيلي وفضح أن القصف الصهيوني هدفه فقط هو زيادة أعداد النازحين من الضاحية إلى الأعداد من النازحين في الجنوب إلى مناطق أخرى، وهذا هدف للكيان الصهيوني للضغط على بيئة المقاومة. الحاج محمد عفيف يعتبر من الشخصيات المرنة والنشطة جدا حتى في الحروب، يحاول هذا الرجل دائما مشاركة وموازاة المقاومة العسكرية بمقاومة إعلامية وفضح كل ما يقوله الكيان الصهيوني عن أهداف يحتسبها أهدافا عسكرية. لذلك كانت جولة أمس مع الحاج محمد عفيف هي جولة واضحة للكيان، وأبرز وأوضح للإعلام العربي وحتى الغربي بأن الاستهدافات الصهيونية لم تكن سوى استهداف لمباني سكنية صرف وبحث ومؤسسات اقتصادية وتجارية خاصة بأصحابها، ليس لدى حزب الله أي ارتباط بها. ولذلك يحاول الحاج محمد عفيف والعلاقات الإعلامية بحزب الله تبيان أو تبيين الهدف الرئيسي لهذا العدوان على ضاحية بيروت الجنوبية. طيب أستاذ سيد جبار، يعني بالنسبة للكيان يتعمد دائما ضرب المدنيين العزل، الهدف من ذلك هو ضرب بيئة المقاومة. نعم. وتأليبها وعمل زعزعة ومشاكل فيما بينها. نعم، أنت تترك ابنك، تترك زوجتك في محل آمن، تترك كذلك عيالك وهو يريد أن
أن يقتل معسكر الحسين، يريد أن يحرق مخيمه حتى يزعج أنصار الحسين، حتى يرجعوا إلى مخيمهم، حتى يتركوا مواقعهم بالجبهات. وهذا هدف سابق عسكري، أنه العدو الذي ليس له حدود أخلاقية ولا إنسانية، ودائما يستهدف المدنيين، يستهدف العزال، وهو يريد أن يجعل ضغطا على خطوط الجبهات الأمامية بأنه سوف ذهبت أمك، ذهبت أختك، ذهبت زوجتك وأطفالك في القصف، وعليه أن يجعل المعنويات منهارة في خطوط الجبهات. ولكن كما عبرت لكم، هذا الحزب تربى منذ البداية على أنه قد أوصى أطفاله وعياله وزوجته وكل ما عنده، وقال لهم وتوضأ وقال لهم إني ذاهب، أما النصر وأما الشهادة والنصر النصر إن شاء الله. ولذلك هؤلاء لن يتركوا خطوط الجبهات ولا مواقعهم، وأنا عرفتهم وقاتلت معهم في الحشد، وأعرف أن هؤلاء الأبطال ماذا يفكرون وأين تربوا، في أي مدرسة. هؤلاء تربوا في مدرسة شهيدنا السيد عباس الموسوي، ومن بعده الأبطال في مدرسة علمائية عقائدية حربية عسكرية، في وانتهنوا أفضل دروس الحروب في حرب العصابات وحرب الغابات وكذلك حرب الشوارع. هؤلاء مدربون بارعون، وسوف ينالون من العدو وسوف يهزمونه. واطمئنوا إن شاء الله، كما عبر سيدنا وشهيدنا شهيد نصر الله، إن شاء الله النصر قادم وسوف يترك العدو كل آلياته ودباباته. ولكن سيدنا بالمقابل هنالك حرب في الميدان، حرب أعلامية أيضا، حرب نفسية، وبالتالي هذه كلها ضغوطات على حزب الله ومريديه ومحبيه، فكيف يتعامل معها؟ من يخطط؟ من يحارب كل هذه المحاور التي تضغط عليه باتجاهات مختلفة؟ الذي لا يفهمه كثير أن حزب الله لديه قيادات في باطن قيادات متعددة، وكل منهم قد أخذ دوره، وهنالك من يستشهد بديل سريع عنده من البديل القوي جدا يستبدله. وأنا أعرفهم جيدا أنه كيف هؤلاء الأبطال جعلوا عدة قادة وأعطوهم صلاحيات، مجرد أن يستشهد القائد الأول القائد الثاني يستلم المنصب وكأنه لم يكن هنالك خرقا معينا. ولذلك هذا الانسجام وهذا التبادل وهذا التناغم وهذا الفريق الواحد من الحرب والدفاع لدى حزب الله أرهق العدو وأرهق ما كانت حتى أمريكا نفسها. ولذلك اليوم الأوروبيون والأمريكون ماذا يفعلون أمام هذه القوة التي لا تقهر والتي لا يمكن أن تسلم شبرا من الأرض اللبنانية، وسوف تهزم الماكنة التي منحتهم لها أمريكا وكذلك الدول الغربية. اليوم حزب الله لم يقاتل إسرائيل وحدها، ولكن يقاتل الدول الغربية معها، ويقاتل أيضا أمريكا على رأسها. ولذلك اليوم رجال شهيدنا السيد حسن نصر الله يقاتلون أمريكا مباشرة. لقد هزموا CIA، مخابرات أمريكا، الآن أقمار صناعية متوجهة إليهم، ولكن ماذا يفعلون؟ هم يخرجون ليلا ويصطادون هؤلاء الدبابير ويصطادون هؤلاء الفئران، أنا أعبر عنهم بالفئران، ويأخذونهم حتى أسرى. أنا أعتقد بالأيام القريبة أو الساعات القريبة سوف يأتون بأسرى من هذا العدو. طيب، لنتحدث عن النبرة الإيرانية، اختلفت بعد الرد المزلزل والذي دوى في كل تل أبيب وحقق الأهداف المراد منها تحقيقها، وبالتالي اليوم بسشكيان الرئيس الإيراني أكد على أنه إذا كان هنالك رد فسيكون رد قاسي جدا إذا ما تهور نتنياهو المجنون بضرب إيران. طوفان طهران الذي جاء ردا على هذا الطوفان، بداية الطوفان، وهو معروف بقادة الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية بقيادة الولي المفدى السيد الخامنئي، وهو القائد العام، هو المجرب في القتال، وكان بنفسه يباشر عمليات. الإمام الخامنئي حكيم معروف عنه في قيادته لرئاسة الجمهورية، ثم قيادته للدفاع وقيادته الحرس الثوري، وهو أيضا صبورا جدا بهذا العمر المتقدم من السن، وله من الإمكانات الرائعة. ولذلك وقت ما بعد هنيئة هذه الضربة، شهيدنا هنيئة، واستشهد في طهران، وكانت هنالك خرقا لأمن الجمهورية الإسلامية، وجمع الهدفين معا، جمع بين شهيدنا هنيئة وبين شهيدنا نصر الله، وكانت 200 صاروخ لهنيئة و200 صاروخ لمن لنصر الله، فدفعها جميعا إلى أراضي تل أبيب وغيرها. ولذلك الضربة القادمة
إذا 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 ارتكب العدو، وأنا أعتقد أنه لن يستطيع أن يرتكب أي حماقة مستقبلا، وخاصة بالنسبة للجمهورية الإسلامية، فسوف يكون الرد قاسيا. وإذا رد على مفاعل نووية أو المنشآت النووية أو المنشآت الاقتصادية، فإن الجمهورية الإسلامية سوف ترد بقوة على منشآته النووية وعلى أيضا منشآته الاقتصادية والحيوية، ومنها الكهرباء وقطاع الماء والغاز وغيرها، وسوف تكون مدن كل مدن العدو الصهيوني. إذن هي حرب إقليمية شاملة. نعم. إذا ما تهور الكيان، إذا ما تهور. أنا أعتقد أن أمريكا لا تجرأ أن تعطي مساحة أوسع بعد من الآن. لقد فشل نتنياهو ولم يحقق أهدافه، وقالوا له إنك أحمق. أمريكا لا تجرؤ، لماذا؟ يعني حبا بالمنطقة مثلا؟ الآن اللاعب الروسي أيضا حاضر في الميدان، وهنالك أوكرانيا، وهنالك أيضا أمريكا تتكبر خسائر وتراجعات في منطقة الصين يتقدم أيضا باقتصاده الهائل دفعا إلى يبتلع تايوان والمنطقة والشرق الأوسط. ولذلك أمريكا الآن دخلت في حروب، هذه الحروب كلفتها كثيرا، كلفتها اقتصاديا، كلفتها سمعة دولية، كلفتها إنسانيا، فهي آلة القتل الإرهابي. عرفت أمريكا وعرفت العالم بأنها إرهابية وداعمة إلى 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 نتنياهو الإرهابي وإلى دولة لقيطة صهيونية. فأمريكا الآن وجه أمريكا لا وجه لها أخلاقي ولا إنساني في العالم. أيضا تحدث الرئيس الإيراني بزشكيان في قمة التعاون الآسيوي المنعقدة في الدوحة، وأيضا كانت هنالك كلمات لرؤساء الدول وعبروا عن امتعاضهم ومواقفهم مع غزة ولبنان، وقال إذا لم نتحد أمام هذا العدوان فسيكون الجميع أمام نفس الاعتداءات الصهيونية ولن تكون شعوب المنطقة بمأمن. نعم، هو الآن نتنياهو مجرد أن حقق نصرا يعتبره نصرا على شهيدنا السيد حسن نصر الله، شاهدناه أنه يضرب جميع الأبنية والأهداف، وهدد العراق وهدد عواصم أخرى، وقال أني سوف أتيكم عاصمة بعد عاصمة. ولذلك الجميع مستهدف، سواء دول الخليج أو الدول المحور. ولذلك اليوم دول المحور تصدت بقيادة الجمهورية الإسلامية وأذرعها في المنطقة، منها اليمن الثائر، السيد الحوثي ألقى خطابا كان بارعا، كذلك أنه الآن خط المواجهة اللبنانية الشجاع الصلب الفولاذي، كذلك الخط العراقي المقاوم الشجاع البطل، مسيراته وصلت إلى موانئ العدو الصهيوني، كذلك الآن إلى الآن لم تتحرك جبهتنا في سوريا، وهي إن شاء الله بأسدها أيضا صواريخهم ومسيراتهم حاضرة في الميدان. الجميع إن شاء الله جاهز، ومرحلة بعد مرحلة سوف نرهق العدو، والعدو لن يستطيع أن يتمكن، وإن شاء الله سنصلي في القدس قريبا بإذن الله. وبالتالي محاور المقاومة اليوم جاهزة، وتعدت نقطة الانكسار التي حدثت وزمام المبادرة بيدها، ولكن بالمقابل الكيان صرح بأنه يستطيع ضرب أي منطقة في الشرق الأوسط وهو يهدد دائما. هل من المفروض أنه سقف التصريحات لإيران ومحور المقاومة أن يكون عالي من أجل يعني تذكير الكيان الصهيوني بحجمه الحقيقي؟ بالنسبة أن نحن لا نذهب وراء التصريحات العبثية لهم، إذا ضربوا لنا هدفا حيويا في الجمهورية الإسلامية سوف يردون بعشرة أهداف. الإيرانيون قالوا بصراحة إذا ضرب هدفا اقتصاديا أو هذا سوف نرد بعشرات الأهداف على مدن العدو الصهيوني، ولذلك إذا استهدف المفاعل النووية الإيرانية سوف يحرقونه هو ومفاعله النووية، وإذا استهدف قطاع الطاقة أو قطاعات أخرى صناعية سوف يحرقون جميع منشآته الصناعية وكذلك الاقتصادية. الإيرانيون جديون، وهو يعرف جيدا، حتى الأمريكان اليوم صرحوا قالوا نأخذ تصريح الإيرانيين بجد، وهم سوف إذا قالوا سوف يفعلون. ولذلك أنه العدو الصهيوني الأمريكي أيضا متخوف جدا، هل سوف يقوم بضربة هنا وهناك؟ أنا أعتقد لا يستطيع. طيب بالعودة إليك سيد ربيع، إذا كنت تسمعني سيد ربيع. نعم. ما أهمية قمة حوار التعاون الآسيوي وماذا ننتظر منها؟ يعني بالطبع أن المؤتمرات الدولية تشكل نقطة مهمة في دعم التأثيرات الإيجابية في مسألة المصلحة لشعوب هذه المنطقة،
لكن تبقى هذه المؤتمرات هي مؤتمرات نوعا ما اقتصادية أكثر منها استراتيجية. بالإضافة إلى مسألة مهمة، اليوم نحن من خلال قراءتنا للمشهد الدولي نجد أن مفهوم العلاقات الدولية هو مفهوم متغير، يعني لم يبقى هناك المفهوم القديم الذي كان يحكم العالم منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وحتى الوصول إلى ما بعد عدوان تموز على لبنان في العام 2006. اليوم نحن نعيش في مجتمع دولي منقسم، ينبغي النظر إلى ساحة مجلس الأمن، ساحة المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة، أصبحت ساحات لتبادل الرسائل والخطابات ليس أكثر. يعني لم يكن هناك دورا للمجتمع الدولي في كبح الأنظمة المارقة، في كبح المجازر، في كبح خرق حقوق الإنسان، في كبح الحقوق الاقتصادية إذا ما أصبح هناك من يهددها. لذلك نجد من الصعوبة ترتيب ورقة جيدة أو وثائق مهمة تؤدي إلى أن يكون الاتفاقيات الدولية ذات الصلة يعني مؤثرة بشكل كامل ومهم وفعال وجدي. لكن تبقى الساحة الدولية هي ساحة لإلقاء الحجج وإلقاء الحلول المفترضة إلى جانب بعض الدول الداعمة من خلال قياس معايير معينة. ولكن يا سيد ربيع، نحن أمام يا سيد ربيع نحن أمام يمين متشدد يؤمن بإبادة جماعية لأبناء هذه المنطقة، وبالتالي يقول أن لديه خريطة شرق أوسط جديد. طبعا، ولذلك لا يقوم مقام الصد في هذا الأمر إلا الصاروخ والبندقية. المجتمع الدولي هو مجتمع غائب وهو مجتمع فاقد للوعي. إذا قلنا أن المجتمع العربي هو مجتمع فاقد للوعي، فكيف بالمجتمع الغربي؟ أو أنت تتحدث عن المجتمع العربي أم عن الحكومات العربية؟ نعم، حتى بعض الشعوب العربية. أين بعض الشعوب العربية؟ غيبت. أين الشعوب اللي يعني غزة صار لها سنة تحت القصف والتدمير والإبادة وما شفنا مظاهرة بمصر؟ يعني ما شيء واحد مخجل. يعني ما هلا ما فينا نحكي على التلفزيون، بس انه معلش، يعني الشعب العربي اليوم محصور في العراق وسوريا ولبنان واليمن وتونس الجزائر، اين الشعوب العربيه الباقيه؟ للاسف قول الحقيقه مره. نحن اليوم في ظل هذه المعركه ينبغي علينا تقديس البندقيه، تقديس القوه التي نملكها، تقديس العمق الإسلامي للجمهورية الإسلامية في إيران والتي أصبحت رافعة بكل معنى الكلمة لكل حركات التحرر وخاصة الشعوب المستضعفة في هذه المنطقة، تقديس الفصائل المقاومة في كل من اليمن والعراق وسوريا وفلسطين ولبنان. هذا هو من يوقف هذا الكيان عن حده، وما أعنيه الكيان هو الكيان الأمريكي بحد ذاته ليس الإسرائيلي فحسب. لذلك أمريكا مما تخاف اليوم؟ تخاف من استهداف مباشر للقواعد العسكرية في المنطقة. من هو المهدد؟ المهدد هو فصائل المقاومة وليست الحكومات كالأردن ومصر والسعودية والإمارات وهذه الدول. هذه ليست مهددات، هذه تعد من آليات وأجندة مشروع الهيمنة والبقاء في المنطقة للولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أعتقد أن اليوم من يقاتل ضد الهيمنة الأمريكية وضد التغطرس الصهيوني هم المقاومة في العراق، المقاومة في سوريا، في لبنان، في اليمن، في الجمهورية الإسلامية في إيران، في فلسطين. هؤلاء هم من يقاتلون. لذلك أعتقد أن المسألة لا يمكن أن نذهب إلى إدخال معايير غير متجانسة مع الواقع الذي نعيشه. يعني مثلا يمكننا القول أن المقاومة في لبنان اليوم تقاتل
على الجبهة الجنوبية وبالعمق في شمال فلسطين المحتلة، وهي دعمت غزة منذ انطلاق عملية الخامس أو السابع من أكتوبر المباركة. طيب، هناك ما يقارب 40,000 شهيد، هذا بالإحصاء الرسمي، لكن ما يمكن قوله أن هناك أضعاف تحت الأنقاض حتى الآن. هناك مناطق كمخيم البريج وجباليا وشمال قطاع غزة وقطاع نتسارين، هناك مناطق لم يستطع الإسعاف الشعبي الوصول إليه. وبالتالي ماذا فعلت مصر؟ هل وقفت مصر لوقف العدوان على قطاع غزة؟ الأردن ماذا فعلت؟ قدمت أجوائها وساعدت في التصدي لصواريخ الجمهورية الإسلامية في إيران المتجهة لفلسطين المحتلة. ماذا فعلت السعودية؟ منعت الدعاء لأهل غزة في الحرمين الشريفين. ماذا فعلت الإمارات؟ فتحت أبوابها للنازحين الصهاينة من فلسطين المحتلة لإسكانهم في أفخم الفنادق والمنتجعات السياحية في الإمارات العربية المتحدة. يعني اليوم لا يمكننا الكلام بشكل عاطفي عن هذه المسائل. هم يكتفون بشيء واحد فقط، يقولون أن هذا الرد الإيراني المزلزل يعتبرونه مسرحية. طيب يعني عملونا مثل هذه المسرحية إذا تقدرون. يعني مسرحية بطلها بطل، نعم هي مسرحية، هي مسرحية ناقدة لكل الجو العربي المنافق، هي مسرحية تبرز البطل الحقيقي من المنافق الحقيقي، هي مسرحية تقتل مشروع تقسيم المسلمين بين سني وشيعي، هي مسرحية تقتل المشروع القائل بأن الإيرانيين مجوس، تقتل المشروع الأمريكي في المنطقة. هي مسرحية جميلة، هي مسرحية جميلة، أبطالها استشهدوا قبل هذه المسرحية في 15 من فورذاد، يعني قبل العام 1979 في ستينيات القرن الماضي. أبطالها استشهدوا في ثورة 20 في العراق، في النهضة الشعبانية في العراق. أبطالها استشهدوا في جبل عامل في لبنان. أبطالها يستشهدون في غزة. أبطالها يستشهدون في اليمن. أبطال هذه المسرحية الحقيقية هو الوجدان الحسيني، هو العمق التاريخي للإسلام المحمدي، أي منذ 1400 عام ونحن أبطال هذه المسرحية. هذه هي المسرحية الحقيقية، وهم أبطال جيش أبو سفيان وجيش أبو جهل وجيش خيبر وجيش بني قريظة. هذه المعركة مستمرة منذ 1400 عام، كما قالت إحدى النوائب في البرلمان اللبناني عن القوات اللبنانية بأنها تقاتل هذا الأمر منذ 1400 عام. نعم. طيب عند هذه النقطة اسمح لي أن أنتقل إلى ضيفي هنا في الاستوديو سيد جبار، لننتقل إلى الموقف في العراق اليوم. كيف ينظر أبناء المقاومة إلى الوضع عموما، وأيضا هل يتوقعون ضربة أمريكية على مواقعهم؟ اليوم أنا أشوف الشعب العراقي سنة وشيعة، كرد وعرب تركمان، هم نزلوا إلى الشارع يحتفلون وكأنه المعركة معركة عراقية، وهي كذلك. اليوم إحنا كنا بالعراق عندنا مثلا 1,000,000 مقاوم، الآن أصبح لدينا 25 مقاوم عراقي أو 20 مقاوم عراقي. إذن ماذا تفعل إسرائيل عندما وحدت هذه 20 مليون عراقي؟ ماذا تفعل 20 مليون عراقي؟ نعم، ماذا تفعل إسرائيل عندما وحدتنا سنة وشيعة وكرد وعرب وتركمان وإيزيديين ومسيحيين؟ كلنا سوف نكون، حتى أولادنا أطفالنا، حتى ابني بالبيت يقول متى أحمل السلاح حتى أقاتل. وكل هؤلاء خرجوا، بابا متى نذهب إلى القتال أو نذهب إلى المعسكرات؟ اليوم الشعب العراقي كله بتشكيلاته بهذا أصبح الآن هو اللبناني، وهو أخوه وابن عمه، وهو يقاتل بالجبهة الأولى. ولذلك يقول ابن عمي يقاتل العربي، أنا أقاتل وأنا جالس آكل وأشرب، أنا أريد أيضا. ولكن هناك فارق تقني وفني، هم يمسكون السماء وأنت تمسك الأرض. نعم،
هذا صحيح، ولكن انه هنالك لدينا منسيرات ولدينا سلاح ايضا فرط صوتي وصل الينا، ولدينا اسلحه تحت كل شجره في غاباتنا في بساتيننا، سلاح فتاك، ولذلك العدو ماذا يفعل؟ العراقي جسر معروف وله باع في القتال، ولحد الان انا جيراني قد استشهد ايام بالسبعينات وهو لا عائلته جيراني بالبيت ها، وتركت وشهيدا في عندما كانوا يقاتلون على جولان في سوريا، والعراقيين معروف قد شاركوا. أفهم من كلامك أن هنالك استعدادات كاملة وتحركات وتغيير موقع إلى غير ذلك بالنسبة لفصائل المقاومة. نعم، جبهة العراق لن تتحرك إلى الآن إلا بصواريخ مفردة هنا وهناك، وكذلك مسيرات الشعب العراقي لديه من المعسكرات المقاومة الفصائل المقاومة، ولديه من السلاح لم يستخدمه إلى هذه اللحظة، لديه سلاح خاص وفتاك، ولذلك الجبهة العراقية لم تفتح أبوابها إلى هذه اللحظة. نعم، أرسلت بعض المسيرات بعض الصواريخ، ولكن كامنة بقوتها تنتظر الجبهة الواحدة تلو الأخرى. لذلك نحن والعراقيون يقولون نحن من سيصلي بالقدس إن شاء الله، لذلك هناك جبهة عراقية قوية تقول أنا سوف أصلي في المسجد الأقصى والقدس. هذه الجبهة إلى الآن سوف تلتحم سنة وشيعة وكذلك تتقدم إلى تحرير القدس إن شاء الله. طيب، كيف تفسر لي 4 شهداء في كمين في كركوك؟ هذا الكمين أصبه دواعش، إذن لدينا دواعش وهم موجودون وربما بعلم الأمريكان. هذا التشكيل اسمه داعش، هو تشكيل كما عبرت عنه كلينتون وغيرها أنه تشكيل أمريكي صهيوني، حتى جرحاهم كانوا عندما كنا نقاتلهم يأخذون جرحاهم عبر سوريا عبر جولان عبر مناطق أخرى يداوونهم في معسكرات الصهاينة. الذي يقاتلون الآن من داعش ليس داعشا وإنما صهيونيا هذا الذي يقاتل الآن، ولذلك أنه أمريكا من تزودهم، أمريكا من تنقلهم عبر مرتفعات حمرين بالطائرات ونشاهدهم. بالضبط، هذه النقطة وددت أن أسألك عليها ليلاً. يعني سألت أحد الأخوة العاملين في إحدى نقاط القريبة من جبال حمرين، يقول أن هنالك معسكرات نمنع من حتى تسليط الضوء عليها، وهنالك مسيرات فوق هذه المعسكرات، والجانب العراقي يعلم بها. إذن لماذا الأمريكان لحد الآن يدعمون تواجد الدواعش في العراق؟ أنا كنت قريب من قاعدة ما يسمى بقاعدة البكر، هي قاعدة البلد الموجودة. الأمريكان دائما يضعون حدودا، يزرعون العبوات ليلا ثم يأتون نهارا يرفعونها. تحدثت مع هؤلاء المقربين من الاستخبارات وغيرهم لماذا يفعلون هذا؟ قال هذه الرسائل يبعثون لنا حتى يقولون المنطقة غير آمنة، هم يزرعون العبوات وهم من يفجرون على بعض آلياتهم حتى الأمريكان أنفسهم، ولذلك الأمريكي ربما هو الذي قتل أبنائنا وليس ما يسمى داعش. أنا أستبعدهم هذه النظرية، لعله هذا الأمريكي نفسه جاء. طيب، هل لديكم معلومات بأعداد هؤلاء الدواعش الموجودين في جبال حمرين؟ نعم، لدينا أعداد ولكن هذه الأعداد ليست كثيرة. يتحركون هناك دعم وطائرات مسيرة يتحركون فوقهم ويحمون. يتحركون عبر اتصال خاص بالقواعد الأمريكية، وتأتي هنالك طائرات صغيرة وتنقلهم وتتنقل بهم. ما أهمية وجودهم يعني؟ هؤلاء إعلاميا يقولون أن داعش إلى الآن موجود. أيها العراقيون، أنتم لا تشتركون مع جبهة لبنان، مع جبهة حزب الله، ولديكم هنالك عدو. هنالك صيحات أيضا تقول لماذا أنتم تذهبون للدفاع عن فلسطين وعن الدفاع عن حزب الله لبنان ولديكم عدو داخل العراق. وهنالك أيضا، وهذه ورقة ضاغطة على الحكومة، أنت تعلم جيدا أنه إذا واحد عنده عدو في بيته فهو يلتهي بهذا العدو أو يبقى مع هذا العدو. ولكن هذا من الذي يصنع هذا العدو الوهمي؟ تصنعه أمريكا، وخمس نفرات هنا وهناك، 10 نفرات تتنقل بهم وتعطيهم الإمكانيات والسلاح الخاص، وحتى القناص الخاص أمريكي. نحن عثرنا على قناص بناظور أمريكي وفيدياله، وهناك تكنات وحتى الغذاء أمريكي، حتى غذائهم وملابسهم واتصالاتهم كلها أمريكية. طيب، إذا ما فتحت جبهات هنا وهناك، جبهات متفرقة، هل بإمكانكم القضاء عليهم؟ لا، هؤلاء لا يشكلون شيئا بالنسبة لنا. هؤلاء لدينا نحن من الحشود الهائلة جدا، وصلت حشودنا إلى 200,000 مدربة وقادرة، ولدينا من جيشنا وكل البطل. هذه الحشود تقصد الحشد الشعبي؟ نعم، وكل هذه الحشود موجودة في المحافظات، منتشرة على المحافظات. زين، بعض المحافظات لا ترغب بوجود تلك الحشود. هو الآن يعني ما تريد الحشد الشعبي؟
هو الآن عندهم حشد عشائري، إذا لم يرغب في التشكيلة الرئيسية مثل ابن الجنوب فلديه حشد، هو أيضا من شمار، حشد شمار، حشد جبور، وحشد كل العشائر، وهناك تنسيق عالي بينكم، تنسيق تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة وتحت قيادة الحشد الشعبي، هؤلاء والعمليات واحدة ومشتركة. فإحنا بعد تخرجنا من هذه الدائرة اسمها الدائرة الطائفية، لدينا حشد سني واسع وكبير، وحشد مسيحي، وحشد إيزدي، وحشد والحشود متعددة. طيب سيد ربيع، برسالة أخيرة توجهها للسيد حسن نصر الله، ماذا تقول له؟ سماحة السيد، هو وجدان الإمام الحسين عليه السلام في نفوس كل لبناني. اليوم ما نعيشه من صمود ومن تمتع بعقيدة سليمة سببها سماحة الأمين العام والشهداء في حزب الله. إذا كنت أريد أن أقول كلمة لسماحة الأمين العام بعد شهادته، هي الكلمة التي قلتها ونقولها كلبنانيين دائما قبل استشهاده، أنه الحمد لله على نعمة نصر الله. طيب أنا أشكرك جدا السيد ربيع غصن من لبنان كان معنا، شكرا جزيلا لانضمامك إلي في هذه التغطية، وأيضا شكر موصول السيد جبار المعموري القيادي في الحشد الشعبي، شكرا جزيلا لانضمامك إلي في هذه التغطية. وأنتم مشاهدينا مستمرون معكم، إلى اللقاء.